هشام طبعا. خليل. إذا مشاهدي شو تي في، تحية طيبة. في هذه الأثناء كنت واجدو في حي المنزه، منزه زوج ياك، منزه زوج يعني في الجهة ديال طريق تويسنت. كاينه واحد اللي كانت واحد العمليه ديال السرقه هنايا في الاخر، وساكنه مجموعين كما كتشوفوا. الحمد لله رجال الشرطه اللي كنشكرهم، يعني جاو خداو البصمات وداك الشيء، خاموا الواجب ديالهم. بغينا ناخذوا التصريحات ونعرفوا القضيه كذلك شنو واقع في هذه اللحظات هنايا. خويا ممكن صديق، الله يحفظك الله يعطيك الخير، اسمحوا لنا راكو على المباشر اخي. الله يحفظك، اشرح لنا شنو وقع هنايا بالضبط. الله يجازيك الخير. اولا السلام عليكم، كنشكركم على هاد يعني التفاته ديالكم، حضور ديال ساكنه المنزه. ساكنه المنزه اليوم كتعاني من تعدد السرقات، يعني المنازل يوميا، منازل هنايا كتسرق يوميا ليلا نهار. هو باش ما نقولوش باللي الدور ديال الامن راه كيقوم بالخدمه ديالو، لكن غير كافي، لان اليوم رحنا عايشين حنا كساكنه كتشوف انه وقت الحجر الصحي ورحنا خارجين برا باش نأمنوا وليداتنا، لان كل يوم كنشوفوا ناس طالعين في السطح، طالعين في السطوحه كينقزوا من سطح السطح، وكاين تعدد السرقات، يعني شحال من منزل تسرق. وقمنا يعني بواحد، كنا درنا واحد العارضه قدمناها للناس ديال الامن باش انه يكون دوريات متكرره بشكل يومي، باش يمكن لهاد يعني هاد الجونات وهاد السراق يعني يبعدوا من هاد الحي. من بين الحي ديالكم شرح لي الوضعيه تاع الحي، حيت يبان لي غير هنا عندكم الضوء وفي الانحاء كلشي مظلم بطبيعه الحال. كما كتشاهد يعني هذا الحي ما كيتوفرش على اناره كافيه، هذا الحي كيتوفر على جوج ديال الانارات. ها هي كما كتشوف هذه، وكتشوف هذيك في الدرب كامل، يعني باقي لونتيسمون كامله هنايا ما كنتوفرش على اناره كافيه. وكما كيقول يعني الاناره هي بمثابه شرطي، يعني الاناره راه كتحمي. راه بعض المرات ملي كيكونوا الاطفال ديالنا مراد ولا نبغوا نقضيو شي حاجه على حسب الاناره وهذا الشيء هذا، راسلنا مجموعه من الجهات، وتكلمنا مع مجموعه من المسؤولين مباشره. تكلمناش على المراسلات، رانا عفوا المراسلات اليوم لا تجدي نفعا. فاليوم كنطلبوا من هذا المنبر ديالكم بلي انه بغينا الامن والامان في حي المنزه، بغينا دوريات يعني تكرر بشكل يومي حتى انا يكون نعيشوا في امان ونعيشوا في امن. لان اليوم راه حنا كل نهار كنخرجوا مخلوعين، كل نهار كيدقوا علينا الجيران، بعضياتنا كنشوفوا واحد في هذا السطح وواحد في هذاك السطح، كيجيو العناصر ديال الامن كيقوموا بالمجهودات ديالهم، ولكن غير كافي. باش نكونوا صراحه، حنا اليوم كنطالبوا يعني بتوفير الامن في ساكنه المنزل، لان راه كما كتشوفوا الناس كاع خارجه عايشه في رعب. مازال الناس كيقلبوا على شوف الجهه كيفاش دايره ليها، راه كلشي مظلام. دابا الا مرض لك شي واحد وبغيت تمشي راه ما كانش فين تمشي. شوف ها انت هذا هنا يمكن التكريسه، يمكن تعرض مجموعه من الاشياء. حنا كنطالبوا غير بتوفير الاناره، كنطالبوا بتوفير الاناره. وكيف ما كتشوف الساكنه معانا ها انت كل مره كيجري وكيشوفوها واحد نقز من السطح او نقز من السطح. يعني صراحه اليوم راه حنا عايشين هنا في الرعب، هنا في ساكنه المنزه طريق سيدي يحيى، احنا عايشين بشكل يومي في الرعب. بغينا يتوضع حل هاد المشاكل هادو، وبغينا المسؤولين الامنيين انهم يقوموا بالدور ديالهم، وكذلك السلطات المحليه انها توفر لنا الاناره، توفرنا الاناره وتوفرنا مجموعه من المرافق. لنهار جينا نقتضيو هذا السكن لقينا ان مجموعه من المرافق من بينها الملعب ديال 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 التنشيط، ملعب ديال القرب اللي هو اصبح زباله نظرا لغياب الصيانه مجموعه من الاشياء، كذلك شركه النظافه اللي هنا في الحي ما كنتوفروش على الحاويات ديال النظافه. كاين مجموعه من الاكراهات هنا، هاد الاكراهات كاع نقولوا نغطيو عليها، ولكن باش نكونوا عايشين في الرعب يوميا في السطوحه ديالنا، ويوميا كينقزوا علينا السراق وكيشفروا ديور. منزل عامر ولا خاوي كيجيوني؟ منازل عامره وكاين منازل خاويه. دابا هاد المنازل اللي خاويه ما فيها والو، كاين منازل اللي عامره فيها الاتات، كاين منازل اللي تشفرت، وكاين منازل اللي راهم قيد الدراسه، لان هاد المجرمين دابا ما راهم يزعموا كل نهار غادي يشفروا منزل وكيتربصوا المنزل الاخر. دابا حنا عندنا نسانا هنايا، عندنا ولادنا، واش ما غاديش يخرجوا يلعبوا؟ ربما حنا حتى الاطفال ديالنا ولينا خايفين عليهم. راه ماشي غير الاتات، راه حتى الاطفال ديالنا، حتى النساء ديالنا. كاين النساء هنا اللي كيخرجوا يخدموا في الصباح، كاين الرجال اللي كيخرجوا يخدموا في الصباح. ما يمكنش حنا غادي نبقاو نجيبوا كل راجل يدق علينا باش نخرجوا معنا 6 ديالنا 7 نوصلوه.
حنا ما كنقولوش انه هاد الظاهره نتاع السرقه بغينا تقطع 100%، ما يمكنش، انها كاينه على الصعيد العالمي وفي جميع الدول، ولكن على الاقل بعدا فهاد المناطق اللي هي راك تشوف مهجوره، لان مازال ما كاينش بوست ديال البوليس، ولكن على الاقل الان يكون واحد الدوريات يعني فهاد الاطار ديال هاد الان السرقات اللي متعدده، بعدا على الاقل يكونوا دوريات ديال الامن. اليوم بغينا حنا الامن ما يمشيش، يبقى معانا في اطار واحد الدوريه نتاع واحد نصف ساعه ولا، راه كاين الكونفينمون اليوم، راه باقي الناس كيفوتوا منه وكيمشيو ويجيو، بعدا على الاقل تكون واحد الدوريه اللي واحد 38 40 تدور هنايا باش الناس حتى الا كانت شي حاجه يمشيو بعدونا من هاد الجهه هادي. النظر ديالك شكون هاد الناس هادو اللي كيجيو هنايا؟ واش يعني ساكنين هنا في الاحياء المجاوره؟ ما تقدش توجه الاتهام مباشر لشي واحد اللي راه يجي هنايا، هاد السارق راه ما تقدش تعرف الجهات ديالو، ما تقدش تعرف النوايا ديالو، حنا ما عرفناش شكون هاد الجهه. حنا اليوم كنا يعني من بعد الافطار شفنا الساكنه ديالنا خرجت لبرا، شفنا الزقاو داكشي، خرجنا معاهم يعني مشينا مع الناس ديال الامن، كانوا لقاو القبض على شي واحد ولا، ولكن ما عرفناش واش هو ولا غير خاف حيت كاين كونفينمون، ويعني كان جالس برا وشاف الناس ديال الامن قالوا ربما نمشي باش انهم ما يعتقلونيش لان كاين ظروف ديال الحجر الصحي، ولكن دابا ما عرفناش حنايا. بغينا حنا ما غاديش نفهموا في التخصص كيفاش خصو يدار وكيفاش نحاربوا هذه الجريمه، لان ماشي الدور ديالنا. حنا كنطالبوا بالامن الطريقه، راه الناس مسؤولين اللي يعرفوا لها كيفاش يديروا لها. حنا غير الان كساكنه كنطالبوا توفير الامن. السلام عليكم. بصفتي احد ساكنه حي المنزه، اطالب السيد رئيس جماعه القرويه لأهل أنقاد أن يقوم بواجبه من أجل توفير الإنارة لكافة الحي، لأننا نعيش ظاهرة السرقة. دابا انتم من تابعين الجامعة القروية ولا تابعين؟ حنا تابعين هنايا، حنا حاليا تابعين الجامعة القروية ديال أهل أنقاد. تابعين الجامعة القروية؟ الجامعة القروية ديال أهل أنقاد، ونطالبوا السيد رئيس الجامعه القرويه باش يوفر لنا الحاويات ديال النفايات الصلبه، وكذلك تسهيل المسطره من اجل الاناره العموميه، ومن اجل بناء الجدران الطابق الاول، المنازل اللي هي عباره عن درج سهله التسلق بالنسبه للمجرمين. هذا غير بالدارجه عمي باش ما هذا ما بالنسبه لكم انتم السرقه شحال هي تتكرر شحال مره؟ هاد السرقه هادي راه من اللي كنا هنا من اللي كنا هادي، من انا بعدا من 2019 كنت هنايا وانا كنسمع بهاد السرقات من 2019، والسرقات متكرره في هاد الحي. كاين ناس هنا، الناس اللي الجاليه، كاين الناس اللي جاليه في الخارج وعندهم مساكن ديالهم هنايا ومؤثثه وتعرضوا لسرقات، الاثاث ديالهم مشى. ولكن واش كيديو الاثاث كبير ولا نديو مثلا غير الحوايج؟ كاع اللي لقاوه في الدار يديوه. كيجيبوا طوبيس ولا شنو باش كيهزوا؟ كيجيبوا ستريبورتور ولا طوبيس ولا، المهم هما عارفين كيفاش كيديروا يسرقوا. واحد السيد هنا جاري قدامي سرقوا لها كاع الدار ديالو، كلشي الناموسيه سرقوا لها، الفراش ديالها كلشي داوه له. زوج مرات هو دار هنايا مجاوري، زوج مرات هي كتعرض لسرقه. انتما ما عندكمش عساس هنايا؟ ما عندناش عساس هنا، ما حنا عاد كنديروا كنحاولوا باش نديروا العساسه ديالنا هنايا باش نعيشوا شويه في امان ان شاء الله. شكرا عمي.